مساء الخير عليكم يا رب. ان شاء الله النهارده فيديو مهم جدا وهنتكلم فيه عن موضوع غايه في الاهميه، وبصراحه اتسالت عنه كتير في الكومنت، ازاي اعود القط بتاعي على انه يعمل البي بي بتاعه في صندوق الرمل او الليتر بوكس. في طبعا قطط كتير بتكون مش متعوده انها تعمل البي بي بتاعها في الليتر بوكس، منها قطط صغيره ومنها قطط بتكون كبيره بس اصحابها ما عودوهاش على انها تعمل البي بي في الليتر بوكس. ازاي نعودها؟ في طرق كتير، وفي صراحه طريقه انا وجدتها عمليا يعني من خلال خبرتي في السعوديه انها ناجحه جدا. بنجيب الليتر بوكس نفسه، بنحط فيه الليترز اللي هي الرمل بتاع القطط، وبنحط طبق الاكل وطبق الميه فوق الليتر بوكس. طبعا بيشم ريحه الاكل، القط بيجي بيروح ياكل، اخر ما بياكل بيعمل ايه؟ بيقضي حاجته في نفس المكان وبيلاقي رمل تحته او ليترز بيغطي او بيردم الفضلات بتاعته او البيبي بتاعه. مره في مره هيتعود، هنبتدي ان احنا نبعد شويه الاكل والميه، الاكل طبعا سواء دراي او ويت يعني، عن الليتر بوكس مسافه متر ونص متر، وهيبتدي هو هيرجع برضو بعد ما بياكل انه يروح يعمل البيبي بتاعه في الليتر بوكس. ودي طريقه طبعا من الطرق اللي هي المفيده. ممكن بدل الاكل ما احطه فوق الليتر بوكس، ممكن احط اللي هي المكافئات اللي هي بتكون دراي فود احيانا، واحيانا بتكون ويت فود. في مكافئات بتكون تركيبات زي تونه، او ممكن تكون لحم بيف او فراخ، دي بالنسبه للويت. وفي منها بيكون دراي برضو، بتكون زي بيلتس صغيره كده، نفس البيلتس بتاعت الدراي فود، بس يعني بيكون شكلها مختلف شويه، ودي عاليه في الفيتامين ورائحتها قويه شويه، فطبعا بتجذب القط انه يروح عندها بياكلها وبيعمل الحمام بتاعه في الليتر بوكس. دي طبعا كان باختصار ازاي اعود القط بتاعي انه يعمل حمام او البيبي في الليتر بوكس. يا ريت تدعموني باشتراك، واي استفسار ان شاء الله هرد عليكم في الكومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.